بحضراتكم من جديد ومكملين مع الكرة الطائرة في النادي الأهلي، ولكن مع السيدات. السيدات لعبوا ثالث مباراة ليهم في دوري الكرة الطائرة، وكان مع نادي 6 أكتوبر يوم الجمعة اللي فات، واستطعنا أن هم يفوزوا بنتيجة المباراة 3-0. وجاءت الأشواط كالآتي: 25-9، 25-9، 25-13، وظهر تفوق النادي الأهلي. ودي ثالث مباراة لينا في الموسم خلصوا بالفوز، الظهور للاتحاد السكندري، وطبعا 6 أكتوبر زي ما قلت لحضراتكم. والجولة الثانية كانت مفروض مع نادي الزمالك، ولكن تم تأجيلها ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد المباراة. تم إعلانها 5-12، صح؟ معلش تذكرت، تم إعلان المباراة الجولة الثانية اللي كانت مع نادي الزمالك 5-12 هتكون في صالة أو هتكون في ملعب النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا فرقتنا المباراة اللي جاية ليها مع أصحاب الجهاد هتكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله، والأهلي هو حامل لقب البطولة دي السنة اللي فاتت، دوري طبعا الكرة الطائرة سيدات، بعد ما فاز على نادي سبورتنج المحترم. وإن شاء الله نتمنى الحفاظ على اللقب السنة دي مع الكأس، وإن شاء الله بطولة أفريقيا يكون من نصيبنا، إن شاء الله يعني نحصد الثلاث بطولات 3 من 3 بإذن الله.